ثابت، خليني أبدأ معاك. إمام عاشور ما بيعملش باص صح. هو دلوقتي بقى فيه، احنا متعودين في الفترة الأخيرة ان خلاص السوشيال ميديا بقت الناس بتدور على، او بعض البرامج بتدور على المشاهدات اكتر من ان هي تقدم معلومة صحيحة او تقدم حاجة للناس او تقدم حاجة كويسة. فالناس بقت بتدور، البعض بيدور على كده لما يشوف ان امام عاشور افضل لاعب في المباراة بالارقام بالاداء، بيساهم في الهدف الحاسم بتاع المباراة، فانا اطلع اقول عكس كده عشان اعمل مشاهدات كتير واجيب مشاهدات. ده للاسف ده اللي بقى ترند في الفتره الاخيره، وده يعني انا بشوف ان ده العيب الموجود في الوحيد في السوشيال ميديا، ان البعض بقى بيدور من ايام هيكتور كوبر. يعني في بعض الناس تقول لك هيكتور كوبر فته ومش فته ومدرب مش عارف ايه برضه عشان ابقى ترند. من ساعه هيكتور بس كوبر عمل اعلان حلو، ما هو الفتة عملت معاه شغل. بس من ساعتها وبقى الحوار كده اللي هو ايه، خالف تعرف يعني. فنبص كده على امام عاشور، نتكلم بقى ان فعلا امام عاشور مكسب كبير للنادي الاهلي. هو بصراحه احسن لعيب في مصر في الفتره الحاليه، نتمنى بس ان هو يواصل على هذا الاداء وبدا ياخد سيستم النادي الاهلي وبدا يتعود على نظام النادي الاهلي ولعب النادي الاهلي اللي هو التمريرات الكتير. امام بالارقام في المباراه يمكن ساهم في احراز هدف، بقى ليه دور مهم جدا دفاعيا وهجوميا. دفاعيا ان مارسيل كولر بيعتمد عليه في منظومه الضغط العالي، ان هو بيضغط بجوار المهاجم اللي هو كهربا، عشان كده في ارقامه هنلاقي ان هو الاكثر في قطع الكرات، الاكثر في استخلاص الكرات، والاكثر في قطع التمريرات. قطع تمام. التمريرات دي 5، والاكثر في استخلاص الكرات 16. ده الدور الدفاعي. الدور الهجومي هتلاقي ان هو الاكثر في المحاولات على المرمى، رغم ان هو لعيب رقم 8 يعني، بالاكتر عامل 6 محاولات منهم 3 صح، الاكتر في المراوغات الناجحه منهم 3 صح. فامام مارسيل كولر بيستخدمه في حاجه مهمه جدا، اولا ان هو بيعمل الضغط العالي مع كهربا قدام، دايما بتلاقيه قدام. لو الضغط العالي ناحيه الشمال بتلاقي، لو امام بيلعب ناحيه الشمال هتلاقيه مرحل قدام، لو ناحيه اليمين مثلا هتلاقي كوكا هو اللي بيزيد ومروان عطيه هو اللي بيغطي العمق. فدي ادوار اللي يعني بيستخدمها مارسيل كولر لامام عاشور. امام عاشور مش بس كده، لا، امام لعيب موهوب. الجون اللي جابه في الدقيقه الاخيره دي بينم على شخصيه لاعب كبير، شخصيه النادي الاهلي تجسدت في الجون ده، ان لعيب ياخد القرار في الدقيقه 93 ان الكره تبقى في نص الملعب. وكمان امام كان بقاله فتره لسه ما جابش البدني، نمشيها بس بالراحه، هاتها من الاول ونمشيها بالراحه واحده واحده، يعني الترقيصه الاولانيه مشيها بالراحه والترقيصه الثانيه بالراحه. نرجع نبص الاول، الكره وقف هنا ثواني، وقف، ايوه، لا ارجع 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 كمان في الدقيقه كام، 93 والثانيه 20، ان واحد اصلا يفكر هو اللي اغراه وقف بس ثواني. ان الاغرى امام ان هو يعمل كده ايه، ان هو لقى مساحه قدامه فاضيه صحيح يقدر ان هو يرقص فيها. هنا بقى وقف، معلش ثانيه واحده، القوه البدنيه، القوة البدنية عند صح. إمام عاشور في اللقطة دي مهمة جدا في الترقيصة الثانية تحديدا، إن هو ياخد الكورة ويعدي. هنا إمام كان الجانب البدني بتاعه ما كانش لسه جابه، لما بدأ يجيب 80% أو 90% من حمولته البدنية بدأنا نشوف مميزات إمام. وهنا تحسب للجنة التخطيط وإدارة النادي الأهلي إن هي الصفقات الجديدة اللي جايبينها، زي ما طبيعي إن هتلاقي في صفقة مثلا ما تنجحش منهم، ولكن في صفقات بتنجح كتير زي صفقة إمام عاشور اللي جت وعملت اضافه كبيره. بس اهم حاجه بص هنا التعديه، وقف بقى ثانيه واحده، وقف استاذ سمير. هنا كريم فؤاد عمل حركه مهمه جدا، ان هو قطع على القريبه فاخد عين المدافعين معاه، يعني تحرك كريم فؤاد ده كمان ساهم في الهدف، ان كريم كان واقف هناك. وكريم على فكره لما بيروح ناحيه اليمين بيبقى احسن لما بيلعب ناحيه الشمال، نلاحظ حتى الحته دي في الجناح اليمين دايما بيتحرك بين الخطوط بشكل كويس، عكس لما بيروح بيلعب في الشمال. صح. هنا لما بدا يروح ناحيه اليمين اخذ عين المدافعين معاه، وبالتالي الكوره هو يعني التوفيق بقى، التوفيق بيجي للمجتهد، ان الكوره بتيجي كده يقول لك ده نادي الحظ ونادي قال لك انا عايز حظ الاهلي. استاذ عمرو اديب قال لك انا عايز حظ الاهلي، قال لك الحظ ومش، لا هو احنا حاضر لما تلعب في البطولات اللي بيلعب فيها قال لي خد حظ. ما احنا بنلعب في البطولات. صح. يعني لما تلعب في بطولات، لما تسنتر في البطولات اللي الاهلي بيلعب فيها خد حظ ومش مشكله. احنا موافقين، احنا موافقين والله. روح سنتر بس في البطوله دي وخد كل حظ الاهلي، مفيش مشكله. انت عارف ان انا ده البطوله بدات وخلصت وانت ما سنترتش فيه.